السلام عليكم، المهندس فيصل محمد بندوس، مستشار الصناعة العسكرية في مجموعة عجلان وإخوان. ارتأت مجموعة عجلان وإخوان استدامة لمجهوداتها من سنين طويلة تحقيقاً ومساندة رؤية 2030 في المملكة. الاستدامة والاستمرار في هذا الدعم والمساندة بالدخول في المجال العسكري بتأسيس شركة عسكرية متخصصة في تقنيات الصناعات العسكرية، وهنا أحد المنتجات اللي احنا عارضينها اليوم اللي هو جهاز أمني لتعقب الأفراد، موجود على جهتين أو على two configurations، متنقل عن طريق الشخص بالشنطة اللي موجودة أمامكم أو على سيارة لتغطية مجالات أوسع وأكبر. الجهاز التعقب يتعقب المجرمين ويستخدم في المجالات الأمنية، وهي أحد التقنيات التي تقدمها شركة عجلان وإخوان عن طريق شركة سكوبا ديفنس لخدمة المجال العسكري الصناعي السعودي.